تسريب اسم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021. تبغى تعرف من الفائز بالكرة الذهبية حسب التسريبات؟ تابع المقطع الأخير. معاكم هيمكس، لايك فور عشاق الكرة. بعد نهاية تصويت الكرة الذهبية تم تحديد الفائز بالكرة الذهبية والإعلان في 29 نوفمبر، يعني بعد شهر تقريبا. لكن الصدمة عندما تم تسريب مراكز اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية. فزي ما تشوفون هذه الورقة التي تم تسريبها لمعرفة الفائز بالكرة الذهبية. ولو ندقق أكثر، في المركز التاسع كان كريستيانو رونالدو، وفي المركز الثاني كان ليونيل ميسي. أما في المركز الأول والفائز بالكرة الذهبية كان روبرت ليفاندوسكي. يعني الفائز بالكرة الذهبية هو ليفاندوسكي؟ لكن في النهاية هي مجرد تسريبات فقط. لكن لو نرجع للماضي تحديدا في 2018، في سنة 2018 تم تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية، وكان الأول لوكا مودريتش. والصدمة كان لوكا مودريتش هو الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2018. ولو نرجع للحاضر عن الكرة الذهبية، قال الصحفي جان أوليفر من مجلة فرانس فوتبول أن الذي سيحقق الكرة الذهبية سيحققها لأول مرة في تاريخه. فهل هو ليفاندوسكي؟ أو مين تتوقع الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2021؟ اكتب في الكومنت ولا تنسى المتابعة.